أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة علم الأدوية المبسط، السلام عليكم. أنا دكتور ياسين إبراهيم تيم، طبيب وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأدوية والعلاجات من جامعة لندن. في هذا الفيديو سوف أتحدث عن طرق علاج الهربس الفموي. الهربس الفموي ينتج عن عدوى بفيروس الهربس، هربس سيمبليكس فيروس. في 80% من الحالات تكون العدوى صامتة، أي لا تسبب أي أعراض. في معظم الحالات يبقى الفيروس كامنا في الخلايا حتى بعد العلاج، مما يزيد احتمالية تكرار العدوى في المستقبل. ما هي أعراض الهربس الفموي؟ أعراض الهربس الفموي تشمل التالي: تبدأ العدوى بشكل مفاجئ، وتكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وغثيان. يتبع ذلك التهاب في اللثة، حيث يعاني المريض من إحمرار وألم باللثة مع نزيف اللثة نتيجة لأي احتكاك. أعراض أخرى للهربس الفموي تشمل التالي: ظهور بثور مؤلمة على الشفاه والفم واللسان، تضخم وألم في الغدد الليمفاوية القريبة من موقع البثور نتيجة الالتهاب. تمتد الأعراض لمدة أسبوع وتختفي خلال أسبوعين. عدوى الدماغ وغيرها من العدوى الخطيرة من الهربس تحصل في مرضى نقص المناعة مثل مرضى الإيدز. ما هو أفضل علاج للهربس الفموي؟ أفضل علاج للهربس الفموي هو مرهم أو كريم أسايكلوفير، واسمه التجاري زوفيراكس. الجرعة: وضع المرهم على البثور مباشرة بشكل موضعي 5 مرات باليوم لمدة 4 أيام. لضمان أفضل النتائج يجب البدء بالعلاج بأسرع وقت ممكن بعد ظهور البثور. الأعراض الجانبية قليلة جدا، وهو دواء آمن، قد يسبب حرقة أو حكة في مكان الحقن. هذا الدواء آمن في الحمل والرضاعة.